خطيرة الآن فابيو ديليما كرة الله هو الحل دائما للأمبراطور فابيو ديليما هدف وصلاوي أول بطموح الضغط على الصدارة والاقتراب من المركز الأول الله الله يا برازيلي الله الله يا فابيو ديليما الموسم الماضي في مباراة الذهاب سجل وفي مباراة الإياب سجل وهذا الموسم سجل في مباراة الذهاب والآن في مباراة الإياب دائما الفرج بأقدام هذا اللاعب آخر أربع مواجهات بالدوري ما لها إلا الأقدام البرازيلية فابيو ديليما أنا أقولها يا سادة من يمتلك فابيو ديليما يمتلك الخير الكثير في كرة القدم الله يا فرسان الغربية الله يا فرسان الغربية في الوقت المحتسب بدل الضايع هدف قاتل من ياسين من الكابتن ياسين الصالحي أول مباراة بالنسبة له في بطولة الدوري وأول أهدافه مع الظفرة يا لها من بداية مثيرة ويا له من حدث سيظل في الذاكرة المشاركة الأولى لياسين الصالحي وقد وضع لمسة ساحرة لمسة مهمة لمسة حاسمة أعادت فرسان